سيداتي أنساتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه أجواء كرة قدم حقيقية، هنا أجواء نعشقها في ملاعب كرة القدم. سأكون معكم اليوم لتغطية أحداث هذه المباراة. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، على أمل بأن تلبي هذه المباراة كل الطموحات والتوقعات. الأرجنتين يواجه فريق ريال مدريد، نأمل بأن تكون مباراة كبيرة من الطرفين ولنستمتع بها حتى لحظاتها الأخيرة. دي يونغ، أوبلاك يتصدى لكن ما زالت خطيرة الكرة في المرمى، في الثانية كانت أكيدة بعد تصدي غير عادي من حارس المرمى. نشوف الهدف مرة أخرى، حقيقة هنا ما تقدر تلوم حارس المرمى، بذل مجهود، حاول أنقذ الكرة في المرة الأولى لكن كانت المتابعة حاضرة وبالتالي الكرة في الشباك. رود خوليت في ديريكو كيزا، رونالدو، كرة مع كيزا، دي يونغ، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل للفريق الآخر. شوف المساندة، ضربة ركنية لريال مدريد. باتريك فييرا، كرة عبرت الخط وتحولت إلى ضربة مرمى. ووكر، باتريك فييرا، فرانكي دي يونغ، هالاند، هالاند وفيها خطورة، يا رب هدف آخر يسجله حتى الآن ثنائية، ومن يدري ماذا يمكن أن يحدث وهل يسجل الهاتريك فيما تبقى. نشوف إعادة الهدف، قوة كبيرة أظهرها الحقيقة في هذا الهدف، إصرار كبير، واضح أنه كان مصمم على التسجيل مهما كان حجم الضغط عليه. كارلوس ألبيرتو، رود خوليت، يا رب كرة في المرمى، اشتعلت المواجهة وعاد أمل التعادل هنا. نتابع الهدف من جديد، بداية من الكرة اللي لعبت عرضية ولكن لاحظ غياب الرقابة الدفاعية وبالتالي المهمة كانت سهلة، حط رأسية سهلة في المرمى. ولام مع هالاند، بتروح لزين الدين زيدان، عمل ناجح لاستعادة اللقطة. أنطوان غريزمان، دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت بدل الضائع في مباراة اليوم. الشوط الأول ينتهي الآن، الفريقان إلى غرفة الملابس ولنا عودة بعد استراحة قصيرة. انطلق الشوط الثاني مشاهدينا من هذه المباراة، ريال مدريد عليه ضغوطات لأن مطالب بالهجوم من أجل تحقيق التعادل. فيدريكو كيزا، غريزمان، باتريك فييرا، ملعوبة إلى غريزمان، فيدريكو كيزا، بتروح لزين الدين زيدان، زين الدين زيدان يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. هيروب يبعد هذه الكرة، غريزمان، زين الدين زيدان، رمية تماس للميرينجي،
شايف البدلاء وعمليات الإحماء، المدرب بدأ يفكر في التغيير ودخول لاعب الآن في هذا التوقيت. دي يونغ. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء. نيثان إيكي. فرصة حقيقية للتسجيل. يا الله يا رب، هدف في الدقائق الأخيرة، هدف يعزز التقدم ويجعل الفوز مسألة وقت لا أكثر. والآن نشوف الهدف من جديد، شاهد الإنهاء الرائع، ثبات رائع الحقيقة. كان في ضغط كبير لكن بهدوء وبدون فقدان للتوازن دخلت الكرة إلى الشباك. فيرناندو هيرو. تقدم مريح للأرجنتين قبل نهاية المباراة يجعلها تضمن المباراة حتى الآن والفوز، وبالتأكيد الآن وقت الاستمتاع. الطرف الأفضل في هذه المباراة بشكل واضح، أداء قوي وأسلوب رائع في الملعب، القتال على كل كرة والحفاظ على التركيز في الملعب، أمر يجعل الأمور تسير في صافرة نهاية المباراة تنطلق في هذه الأثناء وتعلن عن نهاية اللقاء بفوز راقصين تانجو. أداء قوي اليوم وفوز رائع، فارق الهدفين في الملعب جعل الكل مرتاح في الدقائق الأخيرة، وكان الكل يلعب بدون ضغط لأنهم يعرفون بأن الفوز اقترب.